كل سنة وانتي طيبة يا ست الحبايب، وربنا يخليكي دايما لينا كده يا رب. احلى مجموعة ميك اب في السوق كلها واغلى واحدة. اه والله كويس ان انت لقيتيها، تعبت قوي دي يا ماما، تعبت انت، بقالك كام يوم عمال تدوري عليها. وغلاوتك يا امي، انا زعلت صاحبتي مخصوص وما رضيتش اروح عيد ميلادها عشان افضلك نفسي عسل وانزل ادور لك على الهدية القمر دي اللي كان نفسك فيها. طبعا طبعا، هو احنا عندنا اعز منك يا غالية انت عشان نتعب لها. طب انت عارفة رغم الجرد اللي كان عندي، وانت كنت شايفة الشغل اللي عندي كان قد ايه وكنت مسحول عامل ازاي، لكن رميت كل ده على جنب ونزلت مخصوص من اسبوع، قعدت ادور والف على رجلي ان انا الاقي هدية محترمة كده عشان خاطرك واظبطك بيها يا ست الكل انت. ولغاية لما بابا ايه كل ده يا حبيبي، ما تقفرش قوي ها، ما تقفرش الهدية حد شوية. اخرس انت، هو احنا عندنا اعز منها يعني تعب لها مرة؟ دي نورتنا العسل بتاعتنا دي اللي احنا عايشين بحسها، لازم انزل وادور بنفسي كده وافرز الحاجة اللي تليق بمقامها. ديله. اتفضلي يا ماما، كل سنة حضرتك طيب. يا قلب ماما، انا يا ماما اشتريت لك الساعة عادي، اخويا هو اللي جابها لي. مش اخويا ماما اللي جابها، وما رحناش العيد ميلاد، ما رحناش. يا حبيب قلبي. ايه ده يا الله، حلو. يا غبي، ايه ده؟ ودي تلبسها ازاي دي؟ دي هتلبسها في رقبتها دي ولا يا معفن يا معفن. ايه ده يا حبيبتي؟ اما الفين الستين والسبعين لون والفرش واكبر علبه ميك اب، ايه ده؟ لا يا ماما، ما هي دي مش علبه بودره عاديه يا حبيبتي، لا دي علبه بودره براند، اغلى علبه في السوق كلها. اكل بالله. متاخر ليه ده؟ متاخر ليه كلب البحر ده؟ ما في اتاخرت ليه يا كلب البحر انت؟ انا ما اتكلش عليك ابدا. كنت فين يا زفت انت؟ اتاخرت كل ده ليه؟ وفين علبه الميك اب؟ طب يا عم نروح على ثانيه واحده، في ايه؟ كل واحد ياخد هديته. امسك. اتفضل يا بابا، اتفضل يا كلب البحر. شكلها كده حلو. يا حجه تعالي، عايزك ثواني. يا ماما، يا ست الحبايب تعالي بقى. يا ماما تعالي بقى، سيبك من اللي في ايدك ده، في حاجه مهمه هنا. انا يا بو هجيبها لكم في ثانيه. ايه يا حبيب ماما، مين من جوز كلاب البحر دول زعلك؟